السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حياة رياضية العنصر النسوي، ونتمنى إن شاء الله يحاولوا هاد الجامعة دير شي محاولة بالنسبة للنظام باش يبقاو يديروا لي كونكور، فاش يديروا الشامبيونا ولا يديروا لي كونكور الرجال يديروا النساء حتى هما، ما فيها باس، ما يخليوش الناس جالسين مركنين في ديورهم حتى البطولة ولا لا كوب ولا هذيك. يلا ونتمنى الرسالة توصل للمسؤولين. شكرا. نظم اليوم نادي المسيرة الكرة الحديدية دوري ودي في الكرة الحديدية استعدادا للسنة المقبلة سنة 2020. عرف هذا الدوري حضور الناخب الوطني السيد حفيظ العلوي والمدير التقني للمنتخب. عرف الدوري مشاركة 24 ثلاثية بالأمس، تم تسجيل بها بالأمس، واليوم في الصباح تزادت 3 ثلاثيات شاركوا في الدوري اليوم الودي المقام بالمنتزه الغابوي بمدينة القنيطرة. انطلق الدوري على الساعة 11 صباحا في ظروف جيدة هنا بالمنتزه الغابوي المعمورة المتواجد بمدينة القنيطرة. ميكرو سامبيكا تجول وأخذ بعض الآراء من أحد المشجعين لهذه اللعبة. كيف جات الكرة الحديدية اليوم بهذا المنتزه الغابوي؟ المهم هاد الكرة الحديدية واحد اللعبة بصراحة زوينة، وتتخدم العقل والتكنيك، وبصراحة لعبة زوينة بصراحة بحال الجولف. أنا بدا تجيني لعبة بحال الجولف. واش كتنصح الشباب في السن ديالك باش في السن ديالي؟ بصراحة هذه المهم الاختيار ديال الرياضة الكرة الحديدية، واحد الرياضة اللي زوينة، الإنسان بلاص ما يمشي يكمي ولا يدير شي حاجة، يعني يخدم دماغه ويلعب هاد اللعبة ويعمر وقته بها، دونك احسن له. شكرا. الكرة الحديدية واحد اللعبة اللي زوينة بزاف، وفيها الدقة. علاش عجبتني أنا؟ حيت فيها الدقة وفيها تخدم العقل أكثر ما تخدم البدن ديالك، يعني واحد اللعبة اللي مزيانة وننصح بها الشباب اللي طالعين، يعني اللي تدربوا عليها وهادي من الصغر غيكون عندهم واحد المستقبل زوين فيها. علاش؟ لعبة نقية، يعني واش تلاقيك مع ناس كبار، يعني مشي في اللاج ديالك، ناس كبار منك في اللاج تقدر تجلس معاهم، مشي تلعب مع صحابك. تماما. لعبة اللي زوينة بزاف وننصح بها الشباب، وأنا مكرهتش تكون دخل لهاد اللعبة. شكرا لك ومرحبا بك. شكرا. شكرا لك. ما تفهمش بزاف الكرة الحديدية اللي تنظر لها الاستسلام ديال الدقة والعقل. كما تنشوفوا لا يجينا اليوم لهذا المنتزه تنتفرج على هذه الرياضة هذه. تفرجنا شوية عجبنا الحال، ماشي يعني لقينا أن الاستسلام ديال العقل هادشي هو اللي خلانا نجلس نتفرج على الناس اللي تيلعب. شكرا لك. شكرا لك. 27 ثلاثية حضرت اليوم إلى المنتزه الغابوي للمشاركة في الدوري الودي الذي ينظمه نادي المسيرة للكرة الحديدية هنا بالمنتزه الغابوي المعمورة، حيث كان فضاء جميلا وجو رائع ورائع جدا، أعجب من طرف جميع المشاركين في هذا الدوري الودي. الدوري حضور اللاعب حليم من نادي الاتحاد القاسمي من عصبة الشمال الغربي، وكذلك بعض اللاعبين من عصبة الوسط وبالضبط من نادي ستاد المغربي. حماد، تكلمنا شوية على الدوري اللي نظمو نادي سامبيكا هنا في المنتزه الغابوي. نادي سامبيكا تشرف ونظم هذا الدوري حبي، ما بالمناسبة جاو الثلاثيات، كاين 24 ثلاثي مشاركة من القنيطرة ومن سيدي يحيى، والجو نيت مناسب، الشميشة كاينة مناسب،
ونتمنوا من رؤساء النوادي الاخرين يغتنموا الفرصه تاهما ونقدموا دوريات بهذه المناسبه اللي ما كاين حتى دوري وطن. شكرا اخ احمد. شكرا شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش